آخر الجيم يصير معي شيء ما توقعته نهائيا، شيء ولا بتوقعه 10% ومحتمل يصير، لكن أنا ماني متوقع. خلص قاعد أخذ كفر والزلمة جاي من الزون، يعني أنا قلت بزدت له نتين لعله وعسى بركي قرب لعندهم يعني بيأزوه أو بيردوه لورا، لكن تبين خوستي شوي واستغلها. أنا ما توقعت هذا الشيء نهائيا. ويلا يا كابر ما بدك كتير، زر اللايك فرجونا واشتركوا بالقناة. والله وأحلى أكابر، أحلى أخواتي، دمتم سالمين.